بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الثانية من مادة قانون العمل، والتي نتحدث فيها بمشيئة الله تعالى عن التعريف بعقد العمل وخصائص عقد العمل والتمييز بين عقد العمل وغيره من العقود. أول شيء عندنا في محاضرة اليوم بمشيئة الله تعالى هو التعريف بعقد العمل. عقد العمل وفقا لما نصت عليه المادة 50 من قانون العمل هو عبارة عن عقد مبرم بين صاحب العمل وبين العامل. بيتعهد العامل بمقتضى هذا العقد بأن يقوم بعمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل في مقابل أن يحصل على أجر من صاحب العمل. وهذا العقد بيتضمن شروط العمل المتفق عليه، وأيضا الأجر الذي يتقاضاه العامل من صاحب العمل. يبقى إذن عقد العمل عبارة عن عقد بين العامل وصاحب العمل، بمقتضى هذا العقد يلتزم العامل بأن يقوم بعمل لصاحب العمل. وهذا العمل الذي يقوم به العامل يكون تحت إدارة وإشراف صاحب العمل في مقابل أن يحصل على أجر من رب العمل. في مقابل أن يحصل على أمل على أجر من رب العمل. هذه المادة هي المادة 50، ووفقا لهذا التعريف يتضح لنا أن طرف عقد العمل أو أطراف عقد العمل هم العامل وصاحب العمل. وصاحب العمل قد يكون شخص طبيعي، وقد يكون شخص اعتباري، وقد يكون شخص اعتباري لديه العديد من العمال. ده بالنسبة لتعريف عقد العمل. بعد ذلك ننتقل إلى خصائص عقد العمل. عقد العمل بيتمتع بمجموعة من الخصائص. أول هذه الخصائص وهو كونه عقد رضائي. من خصائص عقد العمل أنه عقد رضائي ينعقد بمجرد تبادل التعبير، أو هذا العقد هو عقد رضائي ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن إرادتيهما. يبقى هذا العقد من العقود الرضائية التي بمجرد ما أن يحدث تراضي بين طرفيه على إتمامه أو على إنشائه فإنه يرتب آثار، وبالتالي لا يشترط فيه توافر شكل معين، بحسب الأصل العام. أيضا من خصائص هذا العقد أنه عقد زمني، وذلك لأن العامل بيلتزم بمقتضاه أن يقوم بالعمل لمدة محددة، وقد يكون هذا العقد غير محدد المدة. وإذا كان غير محدد المدة فبالتالي يلجأ إلى العرف أو إلى نص النظام عندما تكون هناك نصوص تحدد المدة، أو إذا كانت هناك أعراف تحدد المدة. أيضا هذا العقد من العقود الملزمة للجانبين، وذلك لأن العامل يلتزم فيه بأن يقوم بعمل صاحب العمل تحت إدارته وإشرافه، وفي مقابل ذلك يلتزم صاحب العمل بأن يقوم بإعطاء الأجر للعامل، أيضا هذا العقد من عقود المعاوضات، وذلك لأن العامل يقوم ببذل الجهد في القيام بالعمل، في مقابل ذلك يحصل على أجر من صاحب العمل، وصاحب العمل يقوم بدفع مبلغ من المال، في مقابل ذلك يحصل على العمل الذي يقوم به العامل. أيضا هذا العقد من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي، أو يمكننا أن نقول أن عقد العمل محل
شخص العامل او شخص العامل بيكون محل اعتبار فيه، بيكون محل اعتبار فيه، وذلك بحيث اذا التزم العامل او اذا قام الشخص ببرام عقد عمل فانه يلتزم لمقتضى هذا العقد ان يقوم بالعمل بنفسه، ولا يمكن له ان يغيب غيره في القيام بهذا العمل ما دام ان هذا العمل يتطلب منه شخصيا ان يقوم به، ما دام ان هذا العمل شخص العامل محل اعتبار فيه، فبالتالي لا يمكن له ان يغيب غيره في القيام بهذا العمل. بعد ذلك ننتقل الى التمييز بين عقد العمل وغيره من العقود التي قد تتشابه معه. عقد العمل وعقد المقاوله. عقد المقاوله عباره عن عقد او هو عباره عن اتفاق بين شخصين، بمقتضى هذا العقد بيلتزم احد المتعاقدين بان يقوم بصناعه شيء او يقوم بتاديه عمل مقابل اجر يلتزم به المتعاقد الاخر، او مقابل اجر يلتزم المتعاقد الاخر بدفعه له. هذا التعريف بيبين لنا معنى المقاوله، ويتضح منه ان عقد العمل وعقد المقاوله بيشترك في ان العامل بيقوم بعمل ويحصل على اجر، لكن بيختلف في عنصر التبعية، بيختلف في عنصر التبعية، وذلك لأن عقد العمل العامل بيكون فيه تابعا لرب العمل، وبالتالي لا يمكن له أن يقوم بأي عمل إلا تحت إدارة وإشراف صاحب العمل. أما بالنسبة للمقاول فإنه يقوم بالعمل ولكن لا يكون تحت إشراف وإدارة صاحب العمل، بل يكون مستقلا، بل يكون مستقلا عن صاحب العمل، هو الذي يقوم بالعمل وفقا لما يراه مناسبا، لكن بشرط ان يقوم بالعمل المتفق عليه وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها وتم تحديدها في عقد المقاوله. يبقى اذا هناك اختلاف بين عقد العمل وعقد المقاوله في ان عقد العمل يكون فيه العامل تابعا لاراده وتوجيهات صاحب العمل، أما بالنسبة لعقد المقاولة فالمقاول يكون مستقل في أدائه لعمله، في أدائه لعمله. أيضا يجب التمييز، أو من العقود التي يجب التمييز فيها بين عقد العمل، عقد العمل وعقد الشركة، عقد العمل وعقد الشركة. عقد الشركة هو عبارة عن عقد، أو هو عبارة عن اتفاق، بمقتضى هذا الاتفاق أو بمقتضى هذا العقد بيلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل واحد منهم في مشروع ما، سواء كانت هذه المساهمة عن طريق تقديم حصة من المال أو عن طريق القيام بعمل معين، وفي مقابل هذه المساهمة بيقتسم ما ينشأ عن هذا المشروع المالي من أرباح أو من خسارة فيما بينهم بحسب النسب التي يتم الاتفاق عليها. يبقى عقد الشركة ده اتفاق بين شخصين أو أكثر، بمقتضى هذا الاتفاق كل شخص بيساهم بمبلغ مالي، أو البعض بيساهم بمبلغ مالي والبعض الآخر بيساهم بعمل، في مقابل ذلك ما ينشأ عن هذا المشروع سواء نشأ ربح أو نشأ خسارة يقتسمونه فيما بينهم على حسب النسب التي تم الاتفاق عليها. هناك فرق بين عقد الشركة وعقد العمل. الفرق بينهما هو وجود عنصر التبعية، هو وجود عنصر التبعية. بينا أنه في عقد العمل العامل يكون تابعاً لإرادة وتوجيه صاحب العمل. يبقى إذن العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة تبعية. أما العلاقة بين الشركاء وبعضهم البعض فتكون أساساً على الاستقلال ونية المشاركة. يبقى إذن لا توجد تبعية في عقد الشراكة، وإنما يكون هناك استقلال و يكون هناك نية المشاركة وليس نية التبعية. أيضا
ننتقل بعد ذلك إلى عقد العمل وعقد المقاولة. يختلف عقد العمل عن عقد المقاولة، ولكن حتى نوضح هذا الاختلاف يجب علينا أن نوضح مفهوم عقد المقاولة. عقد المقاولة هو عبارة عن عقد بمقتضاه يلتزم شخص يسمى الوكيل بأن يقوم بعمل لحساب شخص آخر يسمى الموكل، والوكالة لا تكون إلا في التصرفات القانونية، كأن يتفق شخص مع شخص آخر أن يقوم بشراء سيارة له، أو أن يقوم بإبرام صفقة له، أو أن يقوم بأي عمل قانوني له. ده بالنسبة للوكالة. أما بالنسبة لعقد العمل، فقد يكون على الأعمال القانونية وقد يكون في الأعمال المادية. يبقى إذن الوكالة تكون في التصرفات القانونية، أما عقد العمل فقد يكون محله عملا قانونيا وقد يكون محله عملا مادي. إذا كان محل عقد العمل عملا ماديا فلا خلاف في ذلك على أنه عقد عمل. إذا كان محل عقد العمل عملا ماديا يقوم به العامل ويحصل على أجر في مقابل ذلك، ولكن بشرط أن يكون قيام العامل بالعمل تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، ففي هذه الحالة لا خلاف في ذلك. أما الخلاف فيكون إذا كان محل عقد العمل تصرف قانوني يقوم به العامل لصاحب العمل، ففي هذه الحالة تنشأ التفرقة أو تكون هناك ريبة يجب أن نوضحها، أو قد يشتبه عقد العمل مع عقد الوكالة. عقد الوكالة أو العقد يكون وكالة إذا كان الوكيل يقوم بالتصرف القانوني لصاحب لشخص آخر، لكن قيامه بالتصرف القانوني يكون مستقلا فيه عن إرادة وتوجيه صاحب العمل، حتى ولو كانت هناك رقابة وإشراف رئيسي أو بشكل عام، إلا أنه يتمتع بالحرية والاستقلال. أما بالنسبة لعقد العمل الذي يكون محله تصرفاً قانونياً، فإن العامل فيه يكون خاضعاً لإشراف وتوجيه صاحب العمل حتى في أقل الأمور. يبقى إذن العامل عندما يقوم بعمل قانوني لصاحب العمل، فإنه يكون تحت إشرافه وتوجيهه صاحب العمل. أما بالنسبة لعقد الوكالة فالوكيل فيه يكون متمتعاً بقدر من الحرية والاستقلال، متمتعاً بقدر من الحرية والاستقلال. ننتقل بعد ذلك إلى مقدمات عقد العمل الفرد. في بعض الأحيان قد يكون هناك تمهيد لعقد العمل، أو قد يكون هناك وسيط يوفق بين رغبات صاحب العمل وبين من يبحث عن عمل. وهذه الوساطة متى توافرت فيها شروطها ومتى تضمنت معايير معينة ترتب عليها آثارها وكان لها دور فعال في مجال عقود العمل. وهذه العقود التي تنشأ عن الوساطة أو تنشأ عن التمهيد للعمل قد تكون عقود باتة، أي عقود نهائية، وقد تكون عقوداً معلقة على شرط الاختبار أو معلقة على شرط التأهيل للعمل. الوساطة في إبرام العقد. في معظم الأحوال يتم التعاقد مباشرة بين العامل وصاحب العمل. يبحث العامل عن العمل الذي يراه مناسبا له، فإذا ما وجده تعاقد مباشرة مع رب العمل، ويتفق فيما بينهما على الحقوق والالتزامات، ويتم إبرام العقد
ويترتب عليه آثار. ولكن في بعض الأحيان قد يكون هناك وسيطاً يقرب بين وجهات نظر صاحب العمل والعامل، أو قد يكون هذا الوسيط أو هذه الوساطة الهدف الأساسي منها هو مساعدة الأشخاص الذين يبحثون عن عمل في إيجاد العمل المناسب، وأيضاً مساعدة أصحاب الأعمال وأصحاب المؤسسات أو أرباب الأعمال على أن يجدوا الأيادي العاملة المناسبة لأعماله. يبقى مهمة الوساطة في عقد العمل هي مساعدة الأشخاص الذين يبحثون عن عمل ومساعدة أصحاب الأعمال في أن يجدوا العمال الذين تتوافر فيهم الشروط ويقبلون بالشروط التي تم تحديدها. ولكن بسبب هذه الوساطة وبسبب حاجة العامل الذي يبحث عن عمل أو بسبب حاجة العامل المتعطل عن العمل، قد يقبل هذا العامل بالعمل في ظروف غير مناسبة، أو يقوم بدفع مبالغ كبيرة لهؤلاء الوسطاء من أجل أن يحصل على العمل. لذلك كان لابد من أن يتدخل المشرع وينظم هذه العملية، فنصت المادة 22 من قانون العمل على أن توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة. تكون مهمة هذه المكاتب أو وحدات التوظيف هي التوفيق بين رغبات أصحاب العمل والعمال. بعد ذلك عقد العمل تحت الاختبار. عقد العمل تحت الاختبار هو عبارة عن عقد موصوف، أو هو هذا العقد بمقتضاه يتم التأكد من صلاحية العامل لشغل الوظيفة أو عدم صلاحيته لشغل هذه الوظيفة. وكذلك بمقتضى هذا العقد بيتأكد الشخص من قدرته على القيام بالعمل أو عدم قدرته على القيام بالعمل. يبقى إذن هذا العقد عبارة عن وصف بيسمح لكل طرف من أطراف العقد من أن يتأكد من مدى صلاحية للعمل أو عدم صلاحية. فإذا كان صالحاً للعمل استمر العمل وتحول إلى عقد عمل عادي، أما إذا كان غير صالح انتهى العقد أو أمكن له أن ينهي العقد حتى ولو لم يرضى المتعاقد الآخر بهذا الانتهاء. الاتفاق على شرط الاختبار. المشرع السعودي ألزم صاحب العمل بأن ينص صراحة وكتابة في العقد على أن العامل تحت الاختبار. ما دام أن العامل تحت الاختبار فألزم المشرع صاحب العمل أن ينص على ذلك صراحة في العقد، ولا بد من تحديد المدة بصورة واضحة. إذا لم يلتزم صاحب العمل بهذا الشرط، كان العامل موظفا أو اعتبر العامل موظفا توظيفا عاديا وليس خاضعا للاختبار أو ليس موظفا على عقد الاختبار أو تحت شرط الاختبار. طيب مدة الاختبار. مدة الاختبار بيتم تحديدها وفقا لما يتفق عليه الطرفان، ولكن هذه الحرية ليست مطلقة، والهدف من ذلك هو الحد من زيادة هذه المدة. فنص المشرع على أن المدة التي يجوز الاتفاق عليها هي 90 يوم، لكن يمكن أن يتم تمديد هذه المدة إلى 180 يوم، ولكن باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل. وهذه المدة اللي هي 180 يوم لا تدخل فيها أجازات عيد الأضحى وعيد الفطر ولا الأجازات المرضية. وفي خلال هذه المدة يمكن لأي طرف من الطرفين أن ينهي العقد بإرادته المنفرد.
بعد ذلك ننتقل إلى إنهاء عقد العمل تحت الاختبار. وضحنا أن قواعد قانون العمل بتجيز لصاحب العمل أن يقوم بإنهاء عقد العمل تحت الاختبار بدون مكافأة وبدون سابق إعلام للعامل وبدون تعويض له متى كان معينا تحت الاختبار. أيضا بيحق للعامل أن يقوم بإنهاء هذا العقد دون أن يقوم بإخطار صاحب العمل أو دون أن يقوم بتعويضه، وإذا انقضت فترة الاختبار دون أن يتم إنهاء العقد وظل العقد مستمرا تحول العقد إلى عقدا عاديا وترتب عليه آثار، ترتب عليه آثار. بعد ذلك ننتقل إلى انعقاد عقد العمل. عقد العمل بينعقد متى توافرت أركانه وشروط. والحقيقة أن عقد العمل لابد من توافر نفس الأركان العامة الواجب توافرها في كل العقود، وهي الرضا والمحل والسبب. أما الرضا فلابد من أن يكون هناك تراضي بين العامل ورب العمل على الأجر وكذلك على مدة عقد العمل، بحيث لا تنعقد أو لا ينعقد العقد إلا إذا تم الاتفاق على الأجر الذي يقوم به العامل للعمل. يبقى أول ركن من أركان عقد العمل هو الرضا، ولا بد أن يتم التراضي بين العامل ورب العمل على الأجر. يبقى إذا كان العامل أو إذا كان عقد العمل غير محدد الأجر، أو إذا اتفق العامل ورب العمل على أن العامل يقوم بهذا العمل مجانا، فهذا لا يعتبر عقد عمل. أيضا لا بد أن يكون هناك اتفاق على مدة عقد العمل. أما إذا كان لم يكن هناك اتفاق فكان عقد العمل غير محدد المدة، فكان عقد العمل غير محدد المدة. أيضا من أركان عقد العمل المحل، ومحل عقد العمل هو العمل الذي يقوم به العامل ويحصل في مقابل ذلك على الأجر، ويجب أن يكون هذا العمل محددا بصورة صريحة أو بصورة ضمنية تستفاد من ظروف وملابسات التعاقد. وإذا حدث اختلاف على العمل الذي يؤديه العامل فلا ينعقد العقد، وذلك بسبب عدم التراضي على محل هذا العقد. يبقى إذا كان أو إذا حدث اختلاف على العمل الذي يقوم به العامل فلا ينعقد عقد العمل، لا ينعقد عقد العمل. أيضا من أركان عقد العمل السبب، فلا بد أن يكون سبب عقد العمل مشروع. أما إذا كان سبب عقد العمل غير مشروع فإن ذلك يترتب عليه بطلان عقد العمل، كمن يتفق أو من يتعاقد مع شخص على أن يقوم بارتكاب جريمة، في هذه الحالة يكون عقد العمل باطل بطلانا مطلقا. دي أركان عقد العمل. أما بالنسبة لشروط صحة عقد العمل فلا بد أن يتم التعبير عن الرضا بصورة صحيحة خالية من أي عيب من عيوب الإرادة. وكما هو معلوم أن عيوب الإرادة هي الغلط، وذلك لأنه قد يحدث غلط في شخص المتعاقد، ففي هذه الحالة يكون العقد قابل للإبطال، قابل للإبطال. أيضا لابد أن تكون إرادة المتعاقدين خالية من التدليس، وذلك لأنه قد يتم استخدام أو استعمال وسائل احتيالية من أجل حمل الشخص على التعاقد وإيهامه أن العقد في مصلحته، أن العقد في مصلحته. وقد نص قانون العمل في المادة 83 على أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بدون مكافأة أو سابق إعلام العامل أو تعويضه، إلا إذا ثبت أن العامل قد لجأ إلى التزوير من أجل أن يحصل على إيه؟ على العمل. أيضا نصت المادة 84 من قانون العمل على أنه يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سابق إعلان وبدون تعويض صاحب العمل، ومع عدم الإخلال بحقه في أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عما لحقه من دور
من ضرر إذا كان صاحب العمل أو من يمثل صاحب العمل قد أدخل عليه الغش في تعاقده وقت التعاقد في كل ما يتعلق بإيه أو في بعض ما يتعلق بشروط العمل. أيضا لابد أن تكون إرادة المتعاقدين خالية من أي إكراه، سواء كان إكراها ماديا أو إكراها معنويا. بكده نكون انتهينا من محاضرة اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.